مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان قانون دراسة التأثير على البيئة. كل مشروع استثماري غادي يتنجز في المغرب إلا وعنده آثار مباشرة وغير مباشرة على البيئة اللي كنعيشوا فيها. ولتقييم هذه الآثار قبل ما يبدأ المشروع، القانون وضع آلية للوقاية والتقليص منها. أوراش كبيرة كتعرفها بلادنا واللي كتنتج عنها ضغوطات وتأثيرات على المكونات البيئية من مياه سطحية وجوفية وتربة وهواء. لذلك جات مسطرة دراسة التأثير على البيئة اللي كيحددها القانون لتقييم هذه الآثار واللي كيعتمد عليها المستثمر قبل ما يبدأ المشروع. المسؤول عن تفعيل هذه المسطرة هي كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. فين كتكمن أهمية هذا القانون الخاص بمسطرة فحص دراسة التأثير على البيئة؟ القانون 1203 الخاص بفحص دراسة التأثير على البيئة جاء كاستجابة لمبدأ الوقاية اللي من خلاله كيمكننا من خلق آلية لتقييم الآثار الناتجة عن المشاريع اللي بغاو المقاولين يديروها في بلادنا، بحيث كيقوم المستثمر بدراسة أولية قبل ما يبدأ المشروع ديالو. شنو هي الإجراءات اللي خاص المقاول أو المستثمر يديرها باش يحصل على رخصة الموافقة البيئية؟ أول شيء كيقوم به المقاول هو ما نسميه بالبحث العمومي، وهو بحث لتقصي رأي الساكنة حول المشروع، ومن بعد كيوضع هذه الدراسة اللي تم إنجازها دراسة التأثير على أنظار اللجنة لفحص هذه الدراسة، وملي كتكون دراسة متكاملة وكيكون الفحص الإيجابي كتجي اللجنة باش تعطي رأيها الإيجابي بالقبول، وبالتالي حصول المقاول على قرار الموافقة البيئية. إلا أن الوزارة كتلزم هذا المقاول بإعداد واحد دفتر التحملات اللي فيه جميع الالتزامات والتدابير للحد والتقليص من الأثار الناتجة عن هذا المشروع. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميع.